بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي مشاهدي القناة الطبية، أهلا وسهلا بيكم النهاردة مع دواء جديد، هو أحد الأدوية التي تستخدم لتسكين الآلام. الدواء النهاردة هو سولبادين. سولبادين هو فوار، سولبادين فوار هو أقراص فوارة قابلة للذوبان، تحتوي على ثلاث مكونات فعالة يكون لها دور كبير في تسكين الألم وخفض درجة الحرارة. المكونات الثلاثة هي باراسيتامول وهو مسكن للألم وخفض للحرارة. المكون الثاني فوسفات الكودايين وهو دواء ينتمي لفئة المسكنات الأفيونية، يعمل كمسكن ومضاد خفيف للسعال. ثالث حاجة الكافيين، ويعمل على زيادة فعالية الباراسيتامول وزيادة امتصاصه. دواعي استعمال سولبادين. يمكن استعماله ل طبعا الأقراص، هو أقراص فوارة يمكن أن توفر رائحة فعالة أو راحة فعالة من الصداع والصداع النصفي. أقراص سولبادين تعمل كمسكن لتخفيف آلام الظهر وتخفيف آلام الروماتيزم. سولبادين يستخدم لعلاج آلام الأسنان وآلام الدورة الشهرية. سولبادين يستخدم لعلاج التهاب الحلق والحمى وآلام البرد والإنفلونزا. طب إيه هي موانع استعماله؟ لا يجب تناول أقراص سولبادين الفوارة القابلة للذوبان في حالة إذا كان في أي وقت مضى كان لديك حساسية تجاه المكونات وبخاصة الباراسيتامول أو الكافيين. أيضا إذا كنت تتناول أدوية أخرى تحتوي على باراسيتامول، لأن مش هينفع يبقى تتناول دوائين كل واحد فيهم يحتوي على باراسيتامول فنسبة الباراسيتامول تزيد فين في الجسم. طيب بالنسبة للنقطة اللي بعد كده، الجرعة. الجرعة تتناول حبتين مذابتين في كوب ماء كل 6 ساعات. أيضا لا تأخذ أكثر من 8 أقراص في 24 ساعة. بالنسبة للنقطة اللي بعد كده، الآثار الجانبية. يمكن أن يحدث حساسية في صورة طفح جلدي أو حكة أو انتفاخ الفم أو الوجه أو ضيق التنفس أو مشاكل في التنفس نتيجة استخدام هذا الدواء المسكن اللي هو سولبادين. بعد كده النقطة اللي بعد كده، بالنسبة لتأثير سولبادين على السيدة الحامل والسيدة المرضى. طبعا نظرا لاحتواء سولبادين على مادة الكافيين، ممنوع استخدامه في الحمل في السيدة الحامل والسيدة المرضى. بالنسبة للتدخلات الدوائية، يجب الحديث أو يجب أن يقول المريض للطبيب عن الأدوية التي يستعملها مع سولبادين، ولأنه يوجد أدوية تحدث إثار وتفاعلات مع سولبادين. من هذه الأدوية ميتوكلوبراميد أو دومبريدون وهو للغثيان والقيء، أيضا كوليسترامين لخفض نسبة الكوليسترول في الدم. أيضا إذا كنت تتناول أدوية مميعة للدم يعني مضادات التخثر زي الوارفارين والماريفان وتحتاج إلى تناول مسكن للألم بشكل يومي. طيب ما هي بدائل سولبادين؟ بديل سولبادين هو بنادول إكسترا. طبعا النقطة اللي بعد كده اللي هنتناول فيها الكلام عن سولبادين، طبعا سولبادين
هو يبدأ مفعوله ما بين 15 إلى 30 دقيقة قبل أن يعمل، ويمكن أن يوفر راحة من الألم لمدة تصل لست ساعات. إيه هو الفرق بين سولبادين فوار وسولبادين كبسولات؟ طبعا لا يوجد فرق بين الاتنين، لأن هما نفس المكونات ونفس المادة الفعالة، في باراسيتامول وكافيين وكوديين. الفرق الوحيد إن السولبادين فوار يتم إذابته في الماء، والحبوب أو الأقراص يتم تناولها. بعد كده المسكنات هي الأدوية التي تقلل أو تخفف الصداع أو ألم العضلات أو التهاب المفاصل أو عديد من الأوجاع والآلام. وهناك عديد من أنواع المسكنات ولكل منها مزاياه ومخاطره. طيب، ما هي الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية؟ المسكنات التي تصرف بدون وصفة طبية هي أدوية يمكن أن تساعد في تخفيف الألم أو تقليل الحمى. بدون وصفة طبية يمكن شرائها من الصيدلية. المسكنات يمكن أن تقلل أو توقف الألم، ويمكنهم أيضا تقليل الحمى مثل السولبادين الذي قد يساعد في علاج التورم والتهاب، الالتهابات موجودة في الجسم كنوع مختلف من الأدوية تعمل بطرق مختلفة مع بعض أنواع الألم. النقطة اللي بعد كده بالنسبة إلى النقطة اللي بعد كده وهي جرعة السولبادين. يفضل تناول 3 مرات باليوم بمعدل أو إلى 4 مرات في اليوم بمعدل مرة كل 6 ساعات. الآثار الجانبية للسولبادين، يشعر الشخص بأنه يعاني من الإمساك والقيء وبعض المشاكل المتعلقة بالكبد والكلى والدوخة وزيادة إفراز العرق. في نهاية الفيديو أرجو أن أنتم تكونوا قد استفدتم، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.